نقيب المحامين يتقدم بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية. نقيب المحامين ينعي الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويهنئ سمو الشيخ مشعل الصباح بمناسبة تنصيبه أميراً لدولة الكويت. النقيب العام يشهد ختام الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بكفر الشيخ ويفتتح نادي المحامين بقلين. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية ويطالب الأعضاء الجدد بقراءة قانون المحاماة ويؤكد أن مدونة السلوك المهني لا تكمم الأفواه. النقابة العامة للمحامين تنشر النص الكامل لمشروع مدونة السلوك المهني. لجنة الفكر القانوني تعقد ندوة عن كيفية تفنيد الأدلة في القضايا الجنائية.